الولاد اتقبض عليهم من 9 مارس الساعه 3 العصر، وهم كانوا في مبنى التحرير في الاعتصام، وكان الاعتصام بيطالب بباقي مطالب الثوره، ما كانوش لا صيه ولا بلطجيه ولا بيعملوا حاجه مخالفه للقانون. مطالب الثوره كانت معروفه للناس كلها، اتنفذ منها جزء كبير، ولكن كان باقي بعض المطالب لم تنفذ. فلما جه عصام شرف وقال انا ما استفدتش رعيتي من الثوره وانا معاكم، وان لو ما اتنفذتش مطالب الثوره هاجي في خلال فتره، يعني كان حد قال شهرين، فرد عليه الدكتور محمد بلتاجي من التهاب الثوره قال له لا اسبوعين يا دكتور، قال لك لو ما نفذتش طلباتكم هاجي اعتصم معاكم وهاجي اوقف في وسطكم، واي اعتداء على المتظاهرين والمعتصمين يعتبر اعتداء عليا شخصيا. فطبعا ما كانش ينفع اي اسره من الاسر تمنع ولادها من المشاركه في الاعتصام، لان رئيس الوزراء نفسه ايد وجودهم وبارك وجودهم وقال انا احميهم، واي اعتداء على اي شخص فيهم يعتبر اعتداء عليا شخصيا. وما فيش ما عداش الكلام ده، كان يوم الجمعه 3 ايام او 4 ايام، يوم الاربعاء 9 مارس اتنقض بعهده ونكس وعده وهجم الجيش على الشباب وضربهم واعتدى عليهم في قلب الميدان، والكلام ده كله مسجل بالصوت والصوره على فيديو مصر اليوم. واي انسان بسيط لو دخل على اي سايبر على اي نت وسال عن فض اعتصام ميدان التحرير هيتفرج على الولاد وهم بيتعرضوا للضرب والتعذيب والبهدله وهم عزل، مفيش في ايد حتى واحد فيهم عصايه دافع بيها عن نفسه. اتهموا ان البلطجيه كلام اللي بيقوله الجماجي سهل القاضي المسلحه بان هو دخل يفض اشتباك ما بين البلطجيه وبين شباب الثوره. الكلام ده كذب، وواضح بالتصوير ان الجيش هو اللي بيهجم على الشباب ومعاه البلطجيه وبتوع امن الدوله وبتوع الحزب الوطني وبيعتدوا على الشباب في قلب ميدان التحرير في قلب الصينيه وهم عزل في الخيام. وابني متصور وهو كان نايم في قلب الخيمه، كان نايم لانهم كانوا صارعين طول الليل بيتعرضوا للضرب من البلطجيه وبيدافعوا على نفسهم طول الليل من الاعتداءات. فكان فتره النهار بالنسبه لهم هي الفتره الامنه اللي يناموا فيها. فهجم عليهم الجيش في الوقت ده حوالي الساعه 3 العصر واعتدى عليهم بالضرب في قلب الميدان، وظل يضرب فيهم لحد ما وصل جوه المتحف، وجوه المتحف اتعرضوا لاشد الوان التعذيب اكتر من اللي كان مباحث امن الدوله بتعمله في المعتقلين السياسيين. اقسم بالله العظيم ان مباحث امن الدوله ما عملتش في شباب مصر زي اللي عمله الجيش المصري. امن الدوله بقذارتها وبجبروتها وبطغيانها ما عملتش في الشعب في شباب مصر زي اللي عمله المجلس الاعلى للقوات المسلحه. خدعوهم مرض كما ردتهم امهاتهم وضربوهم وعذبوهم.